ده صراع خسرتي؟ آه خسرت. عشان خسرتي بتضطري كتير تفكريهم إن أنا عندي تقوى؟ يعني مثلاً اتسألتي من كام يوم عن طقوسك قبل ما عملت قلبان، ولو إنها دي طبيعة يعني دي حاجة أنا بعملها عادي من قلبي يعني ومن حقك. وهل مفروض إن البني آدم العادي الطبيعي النورمال ما عندوش تقوى في قلبه؟ أكيد طبعا. ما عنديش خوف من ربنا؟ كل الناس عندها الخوف وبتغلط، وعندها التقوى وبتغلط، وعندهم الإيمان وبيغلطوا. يعني وضع طبيعي، ربنا خلينا مش عشان ما مين اللي ساهم في الصورة اللي متاخدة عن الراقصة إنها مثلاً لا تخشى الله، أو هو غريب عليهم ما هو إن يبقى عندها تحسين؟ ده من ضمن المصيبة اللي واصلة في المجتمع، إن أي شخص مثلاً مغني يبقى ما يعرفش ربنا. ممثلة لا، احتمال تعرف ربنا أو ما تعرفش ربنا حسب الأدوار اللي بتعملها. ليه الناس انزعجت لما قلت أنا بقول دعاء للتحصين وبقول كذا وبقول كذا وبقول؟ والله هي آية تحصين، هي آية تحصين، أنا مش بقولها. ليه انزعجوا؟ انزعجوا قوي، انزعجوا جدا، لدرجة أن أنا بقيت على تويتر تاني يوم ترند وما كنتش فاهمة ليه. يعني أولا دي كلمة عادية جدا مكتوبة في القرآن، الله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. دي يعني ممكن انت يعني حد يقول لك مثلا الله فستانك حلو فتقولي في سرك الله خير حافظ وهو أرحم الراحمين، هتخافي على نفسك يعني، ما فيهاش حاجة. فيعني هل غلط ان الواحد يحصن نفسه؟ لا، وبقول الآيات المناجيات يا جماعة وسورة الكرسي وقبل ما انزل من بيتنا، يعني بعمل النورمال يعني. It's normal. يمكن عشان ربطيها بفعل الرقص وهم شايفين الرقص زي ما قلتي هي love hate relationship. بصي love hate، انا عمري ما حكمت على حد بحاجه، هم حرين يفكروا زي ما هم عايزين، وانا حر اعمل اللي انا عايزه. صحيح. وفي الاخر بينا وبين بعض ايه؟ ولا حاجه. انا يعني هم لما يقولوا لا ما تقولش كده، او ما انا مش هقول، ما انا هفضل اقول. يعني مش هتفرق عندي حاجه خالص. اي اعجبوا او لم يعجبوا، دي حاجات انا بحب اعملها، فمش هبطل يعني. كونهم يتكلموا او ما يتكلموش، يعني اعتقد ان مش فارق عندي حاجه، يعني مش هيفرق عندي حاجة.